أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني في القناة باللايك والشير والسبسكرايب، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معانا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج القوس السبت 27 فبراير 2021. تفكر في تطوير مستقبلك المهني، لست سعيدا بوضعك الحالي وتشعر بعدم الرضا، تسعى للحصول على ترقية أو علاوة، أو ربما تحاول أن تبحث عن وظيفة أخرى لتغيير وضعك المهني الحالي. لن تنجح إلا إذا اجتهدت. عاطفيا، لا تقسى على الحبيب في فرض ما تراه مناسبا، وكن متفهما وإلا خسرته للأبد. مهنيا، لا تزال مدعوما من الزهرة والمشترى من برجك، لكن وجود القمر المكتمل في الأسد إلى جانب خسوف الشمس لن يتركك مرتاحا بسبب كثرة المشاكل العملية والضغوط، إضافة إلى مطالب أرباب العمل المتكررة التي ترهقك. صحيا، عدم الكلام قد يكون الأفضل لك للتخفيف مما تواجهه في هذا اليوم الصعب، فالملل من الروتين يدفعك إلى الكآبة والكسل.